أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فأنا اخترتوك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها فمآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى؟ فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك لتخرج بيضاء من غير سوء آيات أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فاجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وتذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بساحل يأخذه عدو لي وعدو لك. وألقيت عليك محابة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله،
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست السنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي. أذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فاختياك فقل إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآيات من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أقطع كل شيء خلقه ثم كدا. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآية لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناك آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم زينتي وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسخطكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن خزان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقاتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم اختوا صفا، وقد أفلح اليوم من استقلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.
قال بلى لكم فإذا حبالكم وإسيكم يخيل إليه من سحركم أنها تسعى فأوجس في نفسك خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم سحرا فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نكسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فمن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغاشيهم من اليم ما غاشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وأدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيخ يحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد خاب وإني لغفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أخجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أسري وأجلت إليك ربي لترضى
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلكم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفتعل عليكم العقد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناك، فكذلك ألقى السامري. فأخرج لكم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون إلى يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لكم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني فأطيعوا أمري. قالوا لن نبراك عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفسعيت أمري؟ قال يا ليبل نوم لا تخذ بلحيتي ولا برأسي. إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولن ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضات من أسر الرسول فنبذناها فكذلك سبلت لنفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عكيفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. من أقرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.
نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثالكم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصافا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يكمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تخجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ولقد أخذنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تخرى وأنك لا تزمع فيها ولا تدخى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرات الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من وراك الجنة. وعصى آدم ربه فجبا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلكم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلا ما متخنا به أزواجا منهم زكرات الحياة الدنيا لنفتينكم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ننزل ونخزى كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب صراط السبيل ومن اهتدى